للقاضية الوفاء للقاضية ونرفع شارات الزيرو أنا مفتش تحية نجسد الآن شكلا نضاليا راقيا من أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة استجابة لنداء المجلس الوطني المنعقد مؤخرا بالرباط والذي سطر برنامجا نضاليا متمثلا في أسبوع خوض أسبوع من الإضراب إلى جانب أشكال ميدانية متمثلة في وقفات ومعتصمات إقليمية وجهوية على طول هذا الأسبوع. طبعا هذه الأشكال النضالية تأتي مواصلة واستمرارا في المعركة أو الملحمة البطولية التي تخوضها التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد دفاعا عن المرفق العمومي وتحصينا للوظيفة العمومية التي تطالها أيادي التسليع أيادي الخوصصة. هذه الوظيفة التي يراد بيعها في المزادات الرأسمالية للقطاع الخاص. نحن من داخل التنسيقية الوطنية نعتبر الدفاع عن الحق الدستوري والحق الشرعي والحق الكوني في وظيفة عمومية مستقرة وقارة حق لن نتنازل عليه، وبالتالي فالتنسيقية الوطنية الأساسية الذين فرض عليهم التعاقد أخذت على عاتقها هذه المهمة الشريفة وهي الدفاع عن حق كافة أبناء هذا الوطن في وظيفة عمومية قارة. لذلك جاءت هذه الأشكال النضالية التصعيدية بسبب سياسة الأذن الصماء والهروب إلى الأمام التي تنهجها الوزارة. كنا نعتقد أن هذا الوزير بن موسى سيسارع إلى حل حالة هذا الملف، سيفتح باب الحوار مع جميع المتدخلين وجميع الشركاء في هذا القطاع وعلى رأسهم التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. لكن مع الأسف بن موسى يتعامل بالعبث وباللامبالاة، وبالتالي الرد على هذا العبث سيكون ميدانيا وسيكون عن طريق التصعيد ومزيدا من التصعيد حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة. صامدون عن مديرية طنجة أصيلة. نجينا هنا اليوم انسجاما والبرنامج النضالي المسطر، يعني انسجاما وآخر مجلس وطني القاضي، يعني برامج نضالية، أسبوع نضالي، أسبوع من الإضراب. يعني رفضنا هو رفض يعني لكل السياسات يعني الإقصائية والتصفوفية في حقنا. يعني مطلب ديالنا هو مطلب عادل ومشروع، يعني كل الخراجات والبهرجات اللي كت
تاكد على ان يعني الوضعيه ديالنا تم التسويه ديالها، ان حنايا كنعبروا على اننا مازال يعني المطلب ديالنا عالق، مازال نطالب بالادماج في اسلاك يعني الوظيفه العموميه واسقاط مخطط التعاقد جمله وتفصيلا. يعني كذلك ندين وبشده كل يعني المتابعات التي تطال الزملاء ديالنا الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، يعني وللاشاره فتم تاجيل اخر يعني تم الاحاله ديالهم على شوط اخر من اشواط يعني المحاكمات السوريه الاسبوع المنصرم وتم التاجيل ديالها. يعني هذا التاجيل ولا هذه السياسه الماراثونيه يعني بغيه لجم الفعل النضالي، نؤكد بالملموس من داخل ميادين النضال على اساس اننا لازلنا متشبتين بالمطالب ديالنا، كذلك يعني انسجاما مستجدات الساحه النضاليه المرتبطه يعني بالملف ديالنا. يعني نهنئ المعتقله السياسيه سيمان يعني فاطمه الزهراء ولد بالعيد يعني معروفه بسيمان يعني على فرض اطلاق السراح ديالها والمتابعه ديالها في حاله سراح، وللاشاره يعني في هذه المعتقله السياسيه يعني حتى هي يعني تعتقلات على خلفيه تتقاطع مع المطلب ديالنا الا وهو يعني الادماج في يعني المطالبه بالوظيفه العموميه والدفاع عن مدرسه عموميه لكافه ابناء وبنات هذا يعني هذا يعني الشعب. يعني كذلك يعني نؤكد على اننا يعني لازلنا مستمرين وما غنقبلوا شيء بانصاف الحلول. يعني المطلب اللي تاسست عليه التنسيق يعني النهار الاول هو الادماج كيف ما شرت في اسلاك الوظيفه العموميه واسقاط مخطط التعاقد ككل. يعني هذه الحوارات اللي كاينه حاليا يعني كاينه حاليا يعني من النقابات ولا كذلك يعني التنسيقيه الوطنيه الاساسيه المفروض عليهم التعاقد، يعني كنقولوا بان راه ما غنقبلوا شي حل خارج الحل يعني اللي كنطالبوا به حاليا، ولا زلنا مستمرين، مازال اشكال نضاليه يعني مازال برنامج نضالي مسطر لا سواء بمارتيل ولا سواء بتطوان يعني تكليلا لهذا البرنامج النضالي ديال الاضراب لمده اسبوع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.